الأراضي الأرجنتينية وقلت لواحد جزر فوكلاند البريطانية أقسم بالله تاكل ضرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن جزر فوكلاند. جزر فوكلاند هي جزيرة تابعة للتاج البريطاني، تابعة لدولة بريطانيا إنجلترا، ولكن هي أصلا تبع دولة الأرجنتين، وتبعد عن الأراضي الأرجنتينية 480 كيلومتر. تخيل جزر أرجنتينية محتلة من دولة بريطانيا والآن تسمى جزر فوكلاند باللغة الإنجليزية، باللغة الأسبانية تسمى إسلا مالفينس، ولكن هي الآن تحت سيطرة التاج البريطاني. دولة بريطانيا العظمى إنجلترا تسيطر على الجزر. اللغة الأساسية داخل جزر فوكلاند هي اللغة الإنجليزية، والعملة هو الجنيه الفوكلاندي، ما يعادل الجنيه الاسترليني نفس القيمة. جزر فوكلاند هي عبارة عن أرخبيل صغير جدا يتكون من مجموعة من المقاطعات. العاصمة للبلاد هي مدينة استانلي. استانلي هي العاصمة الرئيسية لجزر فوكلاند. استانلي توجد بها مجموعة من الفنادق والهوستل. هي مدينة صغيرة مش كبيرة، ولكن بيتكلموا انجليزي داخل الهوستل. جزر فوكلاند اصلا مساحتها كلها على بعضها 15000 كيلومتر. كل مساحة الجزر والمقاطعات ومدينة استانلي هي العاصمة الرئيسية للبلاد، كل المساحة 15000 كيلومتر. وعشان كده ان بريطانيا محتلة جزر فوكلاند توجد عداوة شديدة جدا جدا بين بريطانيا والأرجنتين، حيث حدثت الحرب سنة 1982 لما القوات الأرجنتينية دخلوا إلى البلاد عن طريق البر، عن طريق البر والبحر، دخلوا الجزر واستوطنوا، فأدى ذلك إلى غضب بريطانيا. بريطانيا غضبت واندلعت حرب بين الأرجنتين وبريطانيا تسمى حرب الفوكلاند سنة 1982، والحرب دي استمرت شهرين وعشرين يوم، مما أدى إلى قتل جميع الجنود الأرجنتينيين واستسلام القوات الأرجنتينية إلى القوات البريطانية، حيث استسلموا وانسحبوا من الأراضي. عدد كبير جدا قتل في هذه الحرب، وتوجد مقابر الشهداء الأرجنتينيين في العاصمة استانلي، توجد مجموعة كبيرة جدا من المقابر. وبعدين أنت كمواطن أرجنتيني بيسمح لك الزيارة إلى هذه المقابر، ولكن بتحتاج ختم. تخيل بتروح بلدك بختم، مش تأشيرة، ختم في المنافذ البحرية أو المنافذ البرية، في بتروح عن طريق البر وبتروح عن طريق البحر، عن طريق مدينة أوشوية وريوجا ييجوس. ريوجا ييجوس وشوية محيطة بجزر فوكلاند، دايرة كده حواليه، المسافة قريبة يا جماعة 480 كيلومتر. فعشان المواطن الأرجنتيني يزور بلده اللي هي المنطقة بتاعته اللي اسمها جزر فوكلاند يحتاج إلى ختم. لما القوات الأرجنتينية انسحبت من أراضي فوكلاند، بريطانيا سيطرت على أراضي مرة أخرى. مين اللي بيعيش في جزر فوكلاند يا سيادتي؟ بيعيش في جزر فوكلاند فرنسيين وأيرلنديين وجبل طارق، الناس بتوع دولة جبل طارق عايشين داخل الجزر. الدول الاسكندنافية تعيش في جزر فوكلاند، وبعدين الهجرة مفتوحة إلى جزر فوكلاند، الهجرة مفتوحة إلى جزر فوكلاند، حيث يعيش مجموعة من مواطني دول أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والأوروغواي، وللأسف بعض الأرجنتين يعيشون في جزر فوكلاند. أيوة، بحكم أن في مقابر الأهاليهم اللي ماتوا في حرب الفوكلاند، مقابر موجودة هناك، فهم عايشين هناك جنب المقابر بزروها وكده. فعلا مواطني دولة الأرجنتين، مش كلهم يعني، عدد قليل جدا، ودولة تشيلي، بعض مواطنين دولة تشيلي يعيشون في جزر فوكلاند. الحياة في جزر فوكلاند يا جماعة عبارة عن حياة برية. أكتر وظائف موجودة داخل الجزر صيد السمك ورعاية الغنم، بحكم اللي هي جزر جدا،
وبعدين الجزر مليانة طيور يا جماعة، كل سنة بتهاجر لها طيور مختلفة الأجناس، طيور مختلفة خالص. ويوجد داخل الجزر مجموعة من الذئاب مختلفة الأنواع وتسمى هذه البري، ولكن انقرضت بسبب صيده على يد المواطنين الذين يعيشون في جزر فوكلاند. وتوجد مجموعة من البطاريق، أكثر ثروة موجودة في جزر فوكلاند هو صيد الأسماك ورعاية الأغنام، لأن الدولة بتعطي تراخيص في صيد السمك، بتعطي ترخيص اصطاد براحتك، ثروة سمكية. جزر فوكلاند تصدر أسماك لدول أوروبا وجميع الدول المجاورة من أمريكا الجنوبية. السلام عليكم، اللي ما يعرفنيش انا علاء الدسوقي، مصري عايش في امريكا الجنوبيه. اشتركوا في القناه حلف في العالم.